السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى. هو البداية بالعناوين. جلالة الملك يبعث برقية تعزية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك. أكد فيها جلالته أن رحيل الرئيس شيراك لا يشكل فقط خسارة لفرنسا ولكن أيضا للمجموعة الدولية برمتها. مدينة أكادير تستقبل على مدى يومين المنتدى الدولي الأول للشباب الإفريقي، أي سياسات حكومية ومحلية بحضور ممثلي عدد من البلدان الإفريقية. وبمراكش فقرات في فن الملحون والأغنية الوطنية إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية تميز برمجة مهرجان الملحون والأغنية الوطنية في دورته السادسة. إلى مراكش مهرجان الملحون والأغنية الوطنية في دورته السادسة يعود وفي جعبته برمجة غنية بالأمسيات الموسيقية في الملحون والأغنية الوطنية إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية. دورة هذه السنة تحمل اسم الأستاذ والباحث عبد العزيز بن عبد الجليل أمين علام والمعتصم بالله الوزاوي. في الدورة السادسة لمهرجان الملحون والأغنية الوطنية تواصل جمعية الشيخ الجيلاني مثيرد التي تطفئ شمعتها 51 مد الجسور بين فن الملحون وجمهور المدينة الحمراء كواحدة من القلاع التي ساهمت في الحفاظ على هذا اللون الثراثي الأصيل. مهرجان في دورته السادسة التي تحمل شعار وازين وهو الملحون في خدمة تعدد الثقافات وتقارب الشعوب، وهي فلسفة جديدة يدرجها أو تدرجها اللجنة المنظمة انسجاما مع السياسة العامة التي تنهجها المملكة المغربية. على مدى 6 دورات ظل المهرجان وفيا لفن الملحون وللأغنية الوطنية في تظاهرة تحمل شعار الملحون المغربي دعامة للتعايش وتعدد الثقافات، وتضع بين يدي الجمهور طبقا متنوعا من المواد الفنية والثقافية. ملحون وعنوان لحضارة مغربية متجدرة في التاريخ. المهرجان هو يشتغل على شقين، شق الملحون والأغنية الوطنية بكل تفريعاتها وتجلياتها. برنامج هذه الدورة متنوع، فيه ما هو فني وفيه ما هو ثقافي وفيه ما هو اجتماعي. ما هو فني، أماسي موسيقية الغلبة فيها لفن الملحون، 3 أمسيات موسيقية. الأستاذ والباحث عبد العزيز بن عبد الجليل واحد من الأسماء التي حظيت بالتكريم في هذه الدورة كتقليد دأب عليه مهرجان الملحون والأغنية الوطنية لترسيخ ثقافة الاعتراف. الأستاذ عبد العزيز قدم الكثير إلى الموسيقى المغربية، سواء في مقاربته التاريخية لتطورها ولإطلال على مختلف مراحلها، أو سواء فيما يخص عين الناقدة والمحللة لبعض النماذج الموسيقية، أو وكذلك فيما يخص عملية تحقيق المؤلفات القديمة. تكريم بصيغة أخرى يجسده المعرض التشكيلي الذي ينظم على هامش هذه التظاهرة والذي يوثق لعدد من الرموز الذين بصموا الساحة الثقافية والفنية المراكشية والمغربية.